العالم بشاشات عرض بالركبة في أول الماتش ماشي كراسي زيادة سماعات ضخامة للصوت ماشي إعلانات برضو هو كده كده الناس عارفة كأس العالم وكان في قنوات طبيب؟ لا 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 هي مش للدرجات يعني هي السؤال عادي يعني المشكلة كأس العالم السنة دي جاي بيقول لك إن الماتشات الساعة 2 الفجر وكده الفجر ودخل رمضان فهو ده اللي مش هبقى من الاقبال المتوقع زي كل مره يعني. العالم انت النهارده بنجهز بنفرش في الشارع بنطلع صور عشان الناس تتفرج على الكوره. بيبقى ده كاس العالم اصلا. يعني كاس العالم ده الكوره العالميه كلها. هو احسن مناسبه ان الناس هتريح دماغها من السياسه شويه وهتتفرج على حدث بيجي كل 4 سنين مره يعني هيخرجهم اللي هم فيه. سمعتوا عن شوط الفرق الافريقيه اللي صعدت هتعمل في كاس العالم زي غانا وزي الجزائر وزي كوت ديفوار ونشوف كاس العالم السنه دي هيبقى كاس العالم السنه دي طبعا غير اي سنه ثانيه يعني فرق تكلفه كبيره قوي جه نزل لنا ريسيفر ب 2240 جنيه وانا مش هقدر كمان ان انا اخد التست اللي قاعد عندي طبعا بمشروع فلازم ازود عليه في الخدمه ده على رقم وده مباشر؟ ان شاء الله اتفرج كاس العالم. تقريبا على فيديوهات او غالبا بشوفه على النت مثلا في البيت انا ما عنديش اي اشتراك في الديسكورد عشان الهبل اللي كل شويه بيعملوه بيرفعوا فيه الاسعار وبينزلوا صور جديده والكلام ده بشوفه على كافيه مع اصحابي او مثلا بشوفه بطولة أوروبا هي المناسبة الأولى بعد كأس العالم زي ما أنت شايف كأس العالم داخل علينا خلاص أهو أول ماتش النهاردة كرواتيا والبرازيل طبعا في إقبال ضعيف زي ما أنت شايف الناس السياسية في بلدك هنا في مش مستقرة دايما بس الناس كلها دايما بتفكر في الكورة الله عليك يا نيك العفو الله الناس دايما كلها بتحب طبعا تتفرج على الكورة الحاجة الوحيدة اللي بتسعد الناس كلها